هذه الصور ليست من قلعة أرينا ماراكانا جونس إيرس أو أولترافور، بل من أناس يعشقون الكرة أكثر من كل هؤلاء. 27 سبتمبر 2024 سيتذكره أنصار الشبيبة طويلاً يوم دخل الأسود عرينهم الجديد. هكذا كانت الأجواء بهذه الجوهرة، ملعب حسين أيت أحمد، القلعة الجديدة للكناري في أول مباراة رسمية للشبيبة على هذه الأرضية التحفة. صفحة جديدة تفتح في كتاب تاريخ هذا النادي العريق، ينتظر منها عشاق الأصفر والأخضر أن تكون مفتاح عودة الألقاب والتتويجات، وأن يكتب صرح أيت أحمد تاريخه كما كتبه ملعب أول نوفمبر وقبله أوكيل رمضان. شاءت الصدف أن يكون الافتتاح بدرب منطقة القبائل، وأن يكون أنصار الفريق المنافس أكثر عشقاً للكناري من أنصار الشبيبة أنفسهم، مما أضفى على اللقاء أجواء احتفالية وتحول من مباراة كرة قدم إلى عرس أخوة في لحظات خيالية. بداية اللقاء كانت لأصحاب الأرض. الجناح الطائر كسيل بوعاليا يبدو أنه دخل أجواء اللقاء حتى قبل بدايته، مهدياً لهذا الجمهور الغفير أول هدف في مباراة رسمية على ملعب حسين أيت أحمد، دقيقتين فقط بعد إشارة انطلاق المباراة، يتمركز بعدها اللاعب بوسط الميدان إلى أن تمكن أشبال المدرب بوعكاز من تعديل الكفة لصالح أبناء أقبو عن طريق ضربة جزاء بعد لمسة يد واضحة داخل منطقة العمليات قبيل نهاية الشوط الأول. الشوط الثاني للمباراة لم يكن مغايراً للمرحلة الأولى، حيث تواصلت الفرجة على هذه الأرضية الجميلة واستمر العرس بالمدرجات. الشبيبة تتمكن من إضافة الهدف الثاني عن طريق المستقدم الجديد حمري بعد انفراده بالحارس، ليبصم بذلك على أول فوز في أول مباراة رسمية للأسود بعرينهم الجديد.